السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة نزلنا ان شاء الله في سوق السيدة عائشة، وتحديدا عند ابو عمار. هنصور السلاحف عشان في ناس سألتني عن اسعار السلاحف بالتفصيل، وكمان في هامستر وفي ميل ورم، وكمان هنصور الحرباية. تمام، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك. ازيك يا ابو عمار؟ الحمد لله. ازيك يا فندم؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيب. انت طيب يا جميل. الله يخليك، ربنا يبارك لك. بص بقى، علشان ناس كتير بتسالني على السلاحف. تمام، عايزين نتكلم على اسعار السلاحف بالتفصيل. بص يا، السلاحف فيها انواع كتير. تمام، في ثلاث انواع، اللي هي الصحراوي واليوناني والسلوكاتا. تمام، ده اليوناني. طلع لنا واحده كده. بص عليك، ده كده اليوناني. ده اليوناني. اهي اليوناني اهي. تمام كده، دي اليوناني كده. ودي الصحراوي. دي الصحراوي بس دي مصري كده. مصري. ودي كده السلوكات. ودي السلوكات. يبقى انا عندي كده ايه التلات انواع هم. تلات احجام اهي. بتلات انواع. وطبعا افضلهم السلوكات اللي اصغر واحده دي. لان هي بتبقى سريعه النمو. دي سوداني صح كده؟ سوداني. مش سوداني. طيب نتكلم على حاجه حاجه. تمام، دي يعني دي اكبر من الميداليه شويه. اسمها ميداليه. ميداليه دي. تمام، الحجم ده اسمه ميداليه. دي سعرها كام؟ دي سعرها عامله 700 جنيه. دي 700 جنيه. تمام. طبعا من المعروف ان هي لما بتشتغل بتبقى منتجه بتجيب ب 17 بيضه كمان. 40 بيضه. 40 بيضه. 40 بيضه. حجمها بيوصل لحد متر ونص. حجمها؟ بيوصل لحد متر ونص. بيوصل لمتر ونص. بسم الله ما شاء الله. ب 100 يا حبيبي. تمام؟ عندك يليها على طول اليوناني. احجامها بتوسل لحد 25 سنتي. كما بتوصل لحد 25 سم. 25 سم. بتبدا تشتغل من كام سم؟ بعد 12. بعد 12 سم. بعد 12 سم. 12 سم. عندك الصحراوي برك نفس القصه، 12 سم. 12 سم. 12 سم. تمام. طبعا موجود الاحجام بتاعتها. جميع احجام بقى كتير، بقى في منها احجام كتير، وفي منها اسعار بقى حسب الحجم. كل ما زاد حجمها كل ما سعرها عالي. كل ما زاد حجمها سعرها عالي. طبعا بيبقى معروف جدا الولد من البنت. بتعرف من الديل. يعني الديل بتاعها كده حضرتك اهو. الديل ده كده، ده الديل ده كده اهو. ده كده بيبقى ولد. ده كده ولد. لو حته صغننه خالص تبقى بنت. تمام. تمام. معلومه كويسه جدا. تمام. بس. طبعا موجود احجام اهي. هنتكلم ان شاء الله ونقول مكان تواجد. هنتكلم ان شاء الله ونقول تواجد ابو عمار فين بالتحديد في نهايه الفيديو، وهنسيب رقم تليفونه. تمام، نخش بقى على الحربايه. الحربايه في منها برك مقاسات كتيره، بتبتدي مثلا من ابتداء من 50 جنيه كده، من اللي فوق دي هنا اهي الصغيره دي 50 جنيه. بعد كده في منها بقى ب 100 جنيه، وفي الاكبر شويه ب 150 جنيه. في اكبر 150 جنيه. 150 جنيه. وده مستر؟ لا ده مايس، ده ماوس، ده اللي هو بتاع التشريح وبتاع تأكيل التعابين. ده فار يعني. فار. بس فار ابن ناس شوية. فار ايه؟ ابن ناس شوية. ابن ناس شوية. ده علشان خاطر؟ تأكيل التعابين والتشريح. في بقى الهامستر تحت هنا الجوز ب 100. اللي هي يا باشا؟ الهامستر تحت بقى الجوز ب 100. بس يا مصور ده الهامستر. زي ما احنا شايفين حاجة لعبية ومسلية جدا، وحاجة عين حمراء يعني. مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك. لقاء الجمعة. ده الهامستر الذي ننقله لكم من هنا من مسجد المشير بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة. تلاها علينا القائد الشيخ حجاج الهنداوي. ده الهامستر موجود كميات عند ابو عمار. نحن معنا اسعار السلاحف
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والفريق هو محمد زكي القائد العام. طيب عايزين نتكلم عن الميل ورم شوية او الدود الكبابي. كده هو الدود اللي هو السوبر ورم. تاخد بال حضرتك ازاي؟ السوبر ورم ده اهو حجمه بيبقى كبير شوية كده. ايوه لقة المؤمنون حالا الان. تمام. في اللي هو الميل ورم بقى. ده حجمه اصغر شوية. عليه الطلب اكتر شوية. ده عليه الطلب اكتر. عشان بحجمه صغير للعصافير. طبعا هو بيبقى متخصص للبغبغوات. اساسي للبغبغوات. ده بروتين عالي للعصافير عامة. طبعا الناس اللي بتربي بغبغوات عارفين استخدامه كويس وقد ايه هو مفيد وغني بالعناصر الغذائية. دول ايه؟ بالنسبة للشهلات الهلال مقسومة ب 150 جنيه المفتوح على بعض بتعمل 125. 125؟ اه. ده طبعا في فاصل في النص اهو كده. دي شيالة صغيرة لو للباتشي دي سعرها كم؟ 25 جنيه. دي 25 جنيه. تمام. طبعا موجود الشيالات بجميع انواعها. عندي مصايد. في مصايد اهي بتاعت يمام. طبعا للحمام اللي هو البري علشان ما نشيلش وزن. موجودة اهي كذا مصيادة. هنلف كده من جوه علشان نشوف الحاجة اوضح. تمام يا ابو عمار. احنا كده عندنا المصايد زي ما قلنا. بانواعها المختلفة. لا اللي فوق بالنسبه دي اللي فوق دي مصايد. مصايد مش تبعي. والدرجه العاليه الرفيعه. تمام. عشان بس دخل خلاص هنصلي. عايزين نتكلم على مكان التواجد بتاعك. اول ما تخش السوق القديم اول عماره عاليه على ايدك اليمين مكتوب حنفي حسن كرم. تمام زي ما احنا شايفين اهو. ده كوبري السيدة عائشة. كوبري السيدة عائشة اهو. لقد رفع نداء الحق. كأني رايح على قهوة سكر على ايد اليمين الفرشة بتاع ابو عمار موجود كل الحاجات اللي احنا ذكرناها. عايزين نسيب رقم تليفونك يا ابو عمار. 010-25-05-73-19. شكرا جدا يا ابو عمار. كل سنة وانت طيب وكل المشاهدين ان شاء الله بخير. الى لقاء جديد وفيديو جديد في امان الله. وبكده تكون عروضنا خلصت. لو اي حد حابب يعرض عروض في القناة بتاعتنا يبعت العرض بتاعه على رقم واتس 011-478-6716. يفضل طبعا ان الفيديو يكون مصور بالعرض وتقول فيه جميع التفاصيل. الشروط بسيطة جدا ان العصفور بتاعنا تكون صحته كويسة وفيش اي عيوب وتكون اسعار مناسبة. الى لقاء جديد وفيديو جديد في امان الله.